الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد والأصول في المتابعة أيضا مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، وهذه من القواعد العظيمة التي يرد بها على أهل البدع، لأن أهل البدع إذا أنكرت عليه شيئا من الأوصاف من البدع التي لها أصل صحيح فإنه يستدل على بدعته وعلى مشروعيتها بأصل عبادته، فتأتي وتقول أنا لا أطلب دليلا على أصل العبادة وإنما أطلب دليلا على وصف العبادة. فالذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يستدلون على ذلك بماذا؟ بأنهم يحبونه، فيرجع إلى الأصل، ونقول محبته فرض. أنا ما أناقشك هل تحب ولا ما تحب، أنا أناقشك ما الدليل على التعبير عن المحبة بهذا الوصف، فأنا أريد دليل على الأصل، على الوصف لا على الأصل، فدليل الأصل للأصل، ويبقى الوصف شيئا زائدا يحتاج إلى دليل خاص، صح ولا لا؟ الفاتحة عند الخطوبة يستدلون عليك بماذا وقد ناقشونا فيها؟ يقول أوليست هي افتتح الله بها كتابه، افتتح الله بها الصلاة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي الصلاة والشفاء أليس هذا صحيحا؟ الجواب بلى، ولكن هل هذا يثبت الوصف ولا الأصل؟ الأصل، أنا مقر بهذا لكنه يصب في ميزان الأصل، وأنا النقاش اللي بيني وبينك ليس على الأصل وإنما على الوصف، أنا أطلب دليلا على الوصف. كذلك الأذكار الجماعية يا جميل الأذكار الجماعية إذا أنكرنا عليهم الرقص والطرب وش يقولون؟ يا جماعة أولم يقل الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، ايش ترد عليهم؟ تقول هذه الأدلة تدل على فضل الذكر، وليس النقاش بيني وبينكم على أصل الفضل، وإنما النقاش بيني وبينكم في الوصف. أنا أنكر عليكم الوصف للأصل، ومشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه.